ولكم مرحلة ثانية من بناء بحث العلمي لا العسكري. أبروح قصة ثانية ترى ما بدخل فيها بحث العسكري. ايش سويت انا؟ بس مديت خط هني زيادة تحت. شفت الحلقة الماضية اساسا حطي المصانع دايركت على اساس اني اختصرت شوي وقت، لكن ما اعرف هل هو اختصار فعلي ولا مش اختصار فعلي ولا ما اعرف اشوف. وصلحت مكان الهجوم، كان عندنا هجوم وصلحت المكان. خلنا نرويكم المكان. لين الكيابل جهزي يا كيابل، جهزي يا كيابل. يبالي ازيد الانتاج، احس الانتاج. صلحت المكان هذا، حطيت هنا التورتات للحماية. شوف اذا هجموا علي مرة ثانية يويلهم يويلهم مني. بزيد الانتاج بعد شوي ما عليه. صبر خلنا اخلص هذا اللين اول شيء. انا شو سويت بالضبط؟ سؤال، انا ليش سويت هذا؟ زين لا صبر، انا ابو هذا صح؟ هيا ابو هذا. زين اوكي، هذه الطريقة افضل، لزق كل الاثنين في بعض. زين اين الحزام؟ هو الحزام تحزموا. زين نبا من هذا، 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 ونبا القصير. نريد من هذا وهذا 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 وهذا. الحين في العملية هذه بنكون خلصنا صديقنا الرصاص بيرزنج. بيرزنج بس بحطي مؤقتا صندوق اساس يتم ينتج، ما بيوقف انتاج مو صدق. لحظه شغل سكار هذا ما بودر انا صح؟ ابا هذا انا توي تذكرت اني انا من هذا مو من هذاك. لنا ثلاث شغلات، اي ثلاث شغلات اكثر. احنا شو قلنا؟ اكفى الوقت هذا، خلنا نستغل الوقت. خلنا نحطي من هذا، نحطي شوي انتاج زايد. انتاج الحديد مهم، خلنا نحطي انتاج شوي اكثر. نزيد الانتاج حبه. يلا حديد مش عايب اني وضع، لانه ما قاعد يستوي ستوك هنا، قاعد يتفرق. ما عندي ليت هنا، ليش عندي فلوس اني احط ليت بس مش حاط ليت؟ اعطي لحظة خلنا احط ليت. اوكي اوكي، بيرزنج بيرزنج بدون انتاج. يلا نبدأ انتاج كله بيرزن، كله نفس الشيء. الجزء الثاني هذا قاعد ينتج بيرزن اوريدي، بس طبعا يبالنا تحسون الموارد ناقصة شوي، بس عادي الموارد شوي الواحد يحتاج لها هني الصراحة. زين الحين هذا المرحلة الأولى خلصناها البيرزنج، نحن بالمرحلة الثانية. الحين المرحلة الثانية عبارة عن صديقنا الجرينيد القنبلة. بالا بليت وفحم، بليت وفحم، بنمد بليت مهني. ما غن بينقصنا انتاج ولا ليش احط احتمالية انقصنا انتاج؟ بندبل الانتاج مو مشكلة. شي عندنا فلوس صح؟ تم عندنا فلوس، خلنا نستانس فيها ولا شو رايكم؟ بنزيد الانتاج حبتين هني، وبنزيد والفرن فرن فرنين
اثنين فرن حزام تحزموا حزام. هذا مكان ثاني اوكي. هذا خلص انا واحد. حد هجم علي هني، حد تجرأ يهجم علي. ليش تهجموا علي شرب؟ عندكم رصاص؟ هي عندكم، خلنا نزيدك لحظة. بس عندك اوكي. والله يهجموا علي، والله والله ما يستحون. ليلة الحياة. ليلة الحياة بيهجموا علي. والله ما يستحون. جليل الحياة كل شوية هاجمين علي. والله هم كلاب. والله الصراحة يعني خيانات خيانات. ما يصدقون الواحد إلى شيء. انا كنت اروم انزل الفران حبه ما نزلتها. اوكي مو مشكله. ماله اوكي. استوعنا الانتاج من الصوبين، من فوق ومن تحت، وكل الانتاج شغال. بس الحين باقي واحد اثنين واحد اثنين واحد اوكي. والحين اللي يبالنا زيادة هني شو؟ فحم. فنحتاج كمية طيبة من الفحم. خل نستغل المنطقة قدر الامكان. بس هذا اللي عندي ما بيكفي، انا عارف هالشي. فخلنا انتج شوي زيادة. خلنا نحطيه ولا اوكي. لا خلنا نحطيه الاكثر على اذا السالفة هي نص ونص يعني. بنحطيه اسمه نص. بس هذا ما يستوي ترى، لازم ارجع هذا حبة. لا ما يسوى ارجع حبة، خلتي احسن. اتصور الكمية تكفي يعني، مش محتاج يزيد اكثر الصراحة. زين هاي يمكن اسوي توسع مستقبلي، ف بخلي مساحة فاضية. هالمساحة بخليها يمكن ابى اضيف شيء، يمكن ابى انزل شيء، يمكن ما اعرف. بخلي حق المستقبل. ما بلعب في المساحة هاي، ما بلعب في المساحة. خلها مساحة مستقبلية. ها عندي فحم. هذا الفحم شو يبالي حق انا؟ هذا ما يبالي وايد. جرينيد خلاص، جرينيد هذا كل اللي يبغى. سوري يبغى 10 فحم 5 بليت بس. انا حتى هذا بيستعمل هذا عادي، ما عندي مشاكل. بس بما ان نحن بنمتد تحت بنسوي المرحلة الاخيرة وين هني، وانا بمتد لتحت وبمتد شو بسوي؟ شكلي ما بخلي حق توسع مستقبلي، شكلي بستعمل الحين. شكلي ما بسوي هي حق الحين. خلا خلاص ما بسوي توسع مستقبلية. احس ما تسوى ان اتريد توسع المستقبلية. تبون صدق؟ خلونا نسوي
تنتهي من هني ونسوي هذا بيكون بالعكس من ورا بيطوف بي هني انتاج الجرينيد. اوكي ركزوا معي لان كله بيرجع الحين. الحين اذا تركزون معانا شوي يكون اوكي. ليش؟ لانه اذا نقصنا هني فيول موجود ترى ابى الانتاج تحت يكمل البلاستيك. فاستعملت البترول من اخر الدنيا يا بترول تراني بس حق الشغله هاي. انزين جرينيد جرينيد نعطي التستات الاوليه ما للسريع. خلينا نحط السريع. ممتاز والله. يبغى له واحد سريع واحد العادي حق الانتاج يكون بطيء شوي. هذا بعد جرينيد قنبلة وغنبلة. اوكي هذا بيكون بالضبط تحته. اوكي لا مش بالضبط هني هني على اساس يوم اطلع شو اسمه من تحت تكون أمورها طيبة. نخليه بالطريقة هاي الطريقة هاي الطريقة هاي. 6 جرينيد أنا أتوقع مش أكثر من كفاية. أكثر من مراحل من اللي ممكن أحتاجه فيسدوا زود وفوق قدره. بعد خلنا ناخذ من هني. خلنا ناخذ شليت هذا عقه هني عشان الفرن عقاني اشيل هذا عقا داخل اشيل هذا عقا داخل. يبالي من هذيل اتصور ال شو اسمه انسرتر العادي. اقولكم تاج الحديد مش عايب النيترا بس تراني ناسق ضمه قضم على فكرة مو مخلي فيه حيل. خلنا نزيد الانتاج رون بعد ازيد انتاج حبه غير ترى لان ما شاء الله اللي تحت ترى يشلونه مو مقصرين فيه يعني مش راحمين اللي تحت. فخلنا نسوي بالطريقة هاي. شل انت شل انت عندنا هذا. اوكي ممتاز. صور هذا بيعدل شوي الانتاج عندنا. على فكرة ممكن نحط واحد هني بعد يعني ممكن بس مو عندنا فيول. ايوه هاش مشاكلهم الاجتماعية ما عندهم فيول. اوكي بس وصلوا حدا مو اوكي 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 بس ما عندهم ترى حد يعبي لهم فيو. اللحظة هني هذا سقط سهوا. زين اني شفته قبل لا توهق فيه بعدين. اوكي لا ممتاز الحين ممتاز. هاي يبغى له حبة زيادة انتاج. اذا استوى مكان زين هي استوى مكان استوى مكان مية مية بقى. ايوه هذا هو الكلام. خلنا نزيد الانتاج حق الربع يسوون ستيل ما يقصرون. ترى ما في عندنا استهلاك فبيوقف هذا شيء طبيعي ترى. بس اذا حط الصندوق نفس هذا انا هذا ليش حطيته في صندوق لانه يستعمل مش غلط اني استعمل منه شوي. بدت لي فكرة سليمة
بصراحة يعني. وعندكم يا اخواني الاعزاء من هنا، نعم من الحقيقة الى هذا، بالنسبة للانتاج رقم واحد من الحقيقة. نعم 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 طبعا انتو اذا بتنتجون لازم نحدد لكم شو تنتجون اساس ما تعبرون راسنا. وش انتاج الجرينيت؟ بنزل انتاج الجرينيت عند منو؟ عند مستوى هذا. اذا بسوي اي شيء الحين عندهم نفس الشو المستوى، خلاها ينتجون عادي ما عندي مشاكل. الحين بقى عنا المرحلة الاخيرة، المرحلة الثالثة اللي هي، او بالاحرى الشيء الثالث، يا الله القنتورت، البرج القنتورت. يبا كبر بليت، يبا ايرون بليت. ممكن شو نسوي؟ انا اخبركم، هني يستوي اللعبان، هناك عندنا سبليتر غصب. الجماعة من اللي حقين ترى غصب غصب، تعرف ايش يعني غصب؟ والله غصب يعني، مال مش عاكيفهم يعني. خليني اشيل السيارة ونسير تحت، لحظة بني بشوي سامون، بنحتاج شوية اغراض عشان نمشي الامور. خلينا نسرع الخطوات. ما نقيت الموتر انا، انا ليش كل شوية اضيع السيارة؟ سؤال فني. هني هني تحت كانت صح؟ ايوه اظني. لا بس بعد اسرع. دام في حماية هناك نقدر نروح نرد على راحتنا. لا تدعمه هذا كل شوي دعم لي شيء. اسمع البريكوس. ايوه اين انت يا صديقي؟ اين انت؟ لا قاعد اشيل الكترونيات انا. كم شليت؟ 50 مش كفاية؟ مال وسنتين زيادة. يلا هلا بنا، هيا بنا. زين ما دعمته، تعال نقع الموتر. انا احس اني بنقع الموتر والله صدق، في مرحلة من المراحل شكلي بخليه ينقع. هذا هني، هذا هني، هذا بيكون هني. في مجال ازيدهم عندي، فبزيدهم لمجرد ان عندي. انزل الموتر، تشوف انتاجية كاملة ما راح نستعمله. هو اصلا بيوقفهم في كل الاحوال يعني، اذا ما يحتاج الانتاجية بيوقف. فالامور طيبة، زي ما يصير حطي واحد بعد زيادة غصب صح؟ لا ما يصير، ما يحصلش. نبغى واحد هني كهربا، واحد هني كهربا، واحد هني كهربا. واللي هني يا جماعة الخير شو بنسوي بهم؟ هني شوفوا هاي الحركة، هذا بينضم لمنو؟ للدببة. طيبون هني عادي، حطه في نص الدرب ومرة طيبة. أمورة جدا طيبة. اوكي هذا مشى. الحين وقت الثاني صديقي،
اوكي وحلو هذا حطه تحت سيارة. انا نحن الحين في موقف ممتاز. شوفوا الحين نوصل كل شيء وانتهى الوضع، صار ان انتاج الحديد جميل. لكن هني يدور صديقنا من طبعا سبريدر، زبريدر، لان زبريدر بيبلنا هالاثنين عند بعض عشان نبدأ انتاج الشيء الاخير نحتاج اللي هو الجن تورت. والجن تورت يحتاج شغلات اساسية، يبقى ايرون بليت، يبقى جير، ف بسوي له مصنع بروحه، ما عليه بسوي له مصنع. عندنا الخريطة كلها، والله هو غلط ان اشوف انه على خريطة كلها الصراحة، بس انه يعني انا بحاول ان اقتصد في المساحات. تعتقدون ان المساحات كبيرة، لكن يوم تنتجون بعد فترة تكتشفون انكم محتاجين وايد، تكون انكم محتاجين وايد اكثر من اللي عندكم. والله تكتشفون محتاجين وايد، تقولون من اين هذا. خلنا نشيل هاي الحدايد، انتاج هني، وين انتاج؟ ترى بعدنا ما قاعدين نستهلك نحن، فلو نحن اصلا نستهلك بالشكل الصحيح كان الوضع شوي غير، بس نحن استهلاكنا مش 100% صحيح، بس تمشي يعني، مش انه انزين. الحين اروم يا اني افرقهم واطلعهم من مكانين مختلفين، واطلعهم مكان مجتمع، ونسويهم نفس اللاين، ونطلعهم اماكن قريبة. عن شو ابا انا ابا اطلع الايرون بليت وغير صح. دين اول شيء انا بمشي على منو، خلنا نمشي على الجير. الجير يباله شويتين شغل، ويباله سيارة ونروح نبحثها. يا المسافة، فكرة يعني الصراحة هذا خادمني خدمة مش طبيعية. القاعدة اللي بتكون عقبها اكيد انا بسوي صراحة اختار، ما يأكل عيش هذا، احسه انه ما في انقلهم مسافات هالطول، محتاج حماية. اخ دعم صندوق، دعم صندوق ظلمة، اسمع البريك نباحصه، باحصه، اعطني حصه، اسوي كل اللي تقدر تسوي عليه، مشكلة انك اكثره. والحين الهدف نسوي المرحلة الاخيرة ونبدأ انتاج البحث العلمي ونوصله. البحث العلمي ما بيطلع روحني ترى، بس اللعبة ترى كل اللي اكثر اللي سويناه ولا نطوره ولا وين وين بنروح، وين 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 وين، وقف وقف، اقول لك وقف، لاي كنزل لك سلايت. لحظة بعدين بقعد ادور عليك صح، فاضي لك انا ادور عليك. طيب زين على عينه هذا رقم واحد، هذا فور جيرز. اوكي هذا رقم واحد، هذا فور جيرز. طبعا حق الجيرز يبغالنا سامان عشان نسوي الجير، بس عادي عنا هني انتاج ان شاء الله يعني. تعال مشكلة بنشيل، اول شي نسوي
وش يسوي افتك من الستوك اللي ماشي بلي في حياتي، افتك من الستوكات كلها عقب شوي. اوكي هذا لا ويكون هني هذا بيهني بيطلع لنا بليت، بيطلع لنا بعد البليت بيطلع لنا جيرس، والجير هو اللي راح نحن نستعمله في شوف الصناعة. اوكي حلو ممتاز، ما انتم مركزين ولا نص ونص؟ ركزوا معايا، ما يبغى واحد ثاني، لا هاي نعم يبغالهم، بس نبغى وايد من هذا. يجمع كل اللي قدرت عليه ما تناظرني اساس اسوي هاي. انزين حين هذا بعد لازم نشله لانه في شيء مهم انا فوتته. ايوه عليكم نور. شو الفيول الشو الايش والفيول نجيب العيد. شوفوا كم سبريتر عندنا نحن الحين سبريتر ها وين يونا الكلاب اوكي عملية هم مش كلاب لكن ناس يخربون الخطوط مالي. اوكي هم مركزين على المكان هذا يعني. اوكي تركزوا على المكان انا بدافع عنه. انا ما عندي مشاكل مدافع عن مكاني. ايوه الكلاب ايوه الحمقى تبا لكم ولي من سبقكم ولي من بعدكم. خلي احط الاسبريتر مالي ان ينقص عليهم فيول الجماعة هني يزعلوا علي عقب. خلني بفيول مهني حيوانات حيوانات. وين جدران؟ انا متأكد اني سويت جدران هذي لهم هو بسوي جدران بركن فيها السيارة تقريبا. حيوانات حيوانات نفرت مو في زين. وين حطيت الإدارة؟ ذكروني ذكروني اني ما سويت جدار. بس شوف
والحين ما تشوفكم ريل، تعالوا الحيوانات كل شوية تكسرون شو اسمه مالي. 1 2 3 مد الجدار. وقفوا متري في الباركن نبلح دي غسله. ايش سمعت صوت في ذني التيم سبيك يقول لي يور موفت، مش وقتك، وقتك قاعد اركز انا في الحيوانات هاي. زين اذا قدرت اطلع فايق من هنا زين، اذا ما دعمت فيها الدنيا. اوكي 200 200 الحين تعالوا متخنزرون. هذا يغطي المساحة، يغطي اكثر المساحة، هذا يغطي مساحة وايد طيب الصراحة. انزين خلنا نرجع للفيول، كل شوي يونا ويغثونا عداوة عداوة بينه وبينهم. هو فعليا انا جاي كوكبهم، اظن مش مفروض يحبوني، فهذا شيء طبيعي يعني. في شيء غلط هنا. اوكي وين؟ صبر عندي قنابل يا معود. بقعد تشوف ما تشوف، تقولوا ما اشوف، خلي مدى الرؤية واضح. يا الخونة توني على غفلة من لحظة. قنابل غالية ترى. اوه كسرت داري انا. انزين بان الانتاج كيف بزيد الانتاج ما عليه. انزين وين كان اندر جراوند ولد مالنا؟ كل شوي بيجونا هاي اللي بيزعجونا، لازم نسوي دفاعات. استني سمعت صوت الارم انا، شو السالفة؟ انزين خلكم معي مركزين. وين صرت ايوه هذا الحين نبأ نحطي هني شغلتين. اول شغلة لي بحطيه هنا، ها رقم واحد. بش اللي بودينا فخم عليكم. هذا رقم. هو عمليا ترى انا يا الكوكب مالهم قاعد احتلهم على فكرة يعني، يعتبر فما لهم زعلانين شوي يعني، ما علي يعني، بس خلوا الواحد يسترزق يعني. من ورا كوكبكم شوي ما ينفع يعني يا جماعة، ما ينفع نسترزق من ورا كوكبهم ولا كيف؟ ما ينفع صح؟ اوكي لا بس اقول يعني ترى هو الواحد يوم يدخل كوكب حد لازم يكون جامد، فاذا انا ما ذبحتهم هم بيذبحوني صح؟ فلا بد اني اكون معاقب شديد. نعم نعم نعم. ها شو اوتو سيف طبعا نطلي في النص. زين ان عندي سلاح عندي كل شيء، شفتوا يوم سلحنا اول شيء فادنا وايد. انزين هذا الجير جاهز لصديقنا هذا تورت. نبغى ايرون بليت الحين. شوفوا ايرون بليت لان ابى اجيب الفيول هذا، لان اذا انا سويت هذا الحين شو الخربطان بالسيول. اوكي اذا حطيت هنا سبليتر ونزلت هذا تحت ويبتلين هنا كم فرن عندي؟ 1 2 1 2 1 2 ما انتج 8 فران. حلو بنحط فيهم في الوسط، شو وسطهم
خط الانتاج مالنا. اوكي اعطي خط الانتاج هذا بيتجه للكبر بليت. والكبر شو يعني؟ المفروض انهم ما ياخذون وقت لان هاي شغلات مفروض انها بسرعة تستوي وما تطول. مني بستيل مهني مالي عندنا ستيل مش قضية. ستيل مفروض ما يكون اي مشكلة هني عندنا الحين. بني بشوي ستيل بس بعد ترى كمية اللي بنحصلها هني ستيل تعبان وخالف لك انني بهم هناك اتخلوا في نفس الكمية بس ما نبقى اكثر. اثنين اوكي رديد اسكر ثمانية انزين. وهذا واحد بيدخل لها اللين الفيول والشو والمواد الخام. حلو وهذا بيدخلهم الفيول والمواد الخام عليهم. هذا بيكون انتاج يعني يبقى لنا اثنين اندر جراوند بيلت وقت. سمعت صوت حسبت الر نسوي ياهم مشاكل. انا اليوم يصير بغزوهم تراني اخر شيء. شكله ما في اللي نغزوهم المناكر هاي انزين. نبا عند جراوند بيلت خلنا نسوي خمسة. ابا سبليتر خلنا نسوي لنا واحد. انزين نبا سبليتر هني. لحظة المفروض ما يصير بالطريقة هاي. المفروض هذه يتم مكانه لان هذا اساس ميزانية المكان صحيح. هني بالسبليتر نحطيه هني. هذا ما يبى سبليتر صديقنا. هذا ما يبى سبليتر. شيء اسمه سبليتر ما يبى. اوكي بنيب اندر جراوند بيلد. انا ما سويت اندر جراوند بيلد سويته هذا. هني واحد هني واحد. ونبى سبليتر وين؟ هني سبليتر. سبليتر واحد ثاني بعد سويت سبليتر هني. doesn't feel right. خلنا نفكر في الموضوع. خلنا نحط سبليتر هني ونحط هذا العمود هني. وهذا وين؟ مع الربع. اوكي ولا خلي مسافة بعيد عشان حتى اندر جراوند بيلت احسن. هذا بيدخل وين؟ المفروض يدخل هني. حلو هذا ما بدخله دايركت لانه بيستجرب علي. انا اخبركم هذا لازم يكون حبة ورا حبة تحت حبة من ورا اساس ما يستجلب الا اذا بسوي هالحركة هي ما في الا هالحركة اسويها لهم. زين مو مشكلة بس خلنا نشيل هاي حسب يكون نظيف بعده. انزين نجد ما هذا كم من حبة. نجد ما هذا كم من حبة. هذا بيحتاج اندر جراوند سبة اللي في قدامه بس بقدر دايركت في هذا. اوكي هذا ما بيحتاج اندر جراوند. بيحتاج اندر جراوند هني. حتى اندر جراوند هني ونطوفه وين؟ هني على طول على البرودكشن لاين اللي عقبه. بس هذا خلنا نسبنده لان اقول لكم ما بيمشي بضعه. انا بخبركم ليش. لان هذا لازم سبليتر. شوف هذا لازم سبليتر اساس واحد اكمله. شوفوا واحد بيكمل وواحد شو بيسوي. واحد هني زين لازم يجي من مش هني. خلنا نرجع السبليتر ورا.
نسوي هني، هذا نسوي هني، مو مشكلة خلي هذا شوي يسد بشل عقب من الزحمة. عقب هذا مش هني، اول شي سبلتر نحطيه اوكي، وهذا نزل دايركت بيستوي الكروس. حلو نظفناه. شوفوا هني اللعبون اساس ان الواحد يحصل لاين واحد بس، نطلع وين هني، ها خط انتاج. بس افرض اذا انا بغيت اني اسوي شي في المستقبل، ما بغيت اني ما ابغى يضرب في مكان صراحة، ما بيظهر في مكان، فشو بسوي احتياطا للمستقبل؟ فت وين هني اوكي. حلو بين هذا يسار، هذا من الصوبين بعد ما نباهني، لان هذا بيكون بالطريقة هاي. انا لازم اراويكم الطريقة اللي هي الرومانسية، ما له يعني خلوه انتو هذا بننظف عقب. خلاص اوكي خلنا ننظف هذا المكان. شو عندنا الحين زيادة؟ دق اي زين، هذا فضيناه. هاي شو عندنا زيادة؟ خلينا نلقى عندهم الحين. يا دور الجماعة الطيبة، هاي شلوه من هني، الانسيرترز اللي بياخذون لنا الانتاج الاول. وهذا بيحطون الانتاج الاول، شكله مو بيكفون بيكفون. شوف لا، وهذا بيحطون الانتاج زي، خلنا شغلهم مرة واحدة لها صبر. الانتاج الاول احنا عندنا هذيل، عندنا كل شيء. الفاينل ديستنيشن شكله بيكون somewhere around here يعني، بس مش مشكلة، لان الحين خلنا نشغل الموجود. لحظة الموجود خليه يشتغل. متعرفون الحين انتو متابعين الحلقة هذه من اولها، فانتو المفروض انكم تعرفون خلاص بعض الاجراءات وبعض هالامور وكيف بنمشي، لانه بيكون في تطورات بعيدة عقب بحتاج تطور. نفس ما طورنا سلاح الحين طورنا سوالف، نطورها ما كنا بعد شوي. هذا بس خلاص وصلنا، ما نبغى اكثر. بس شو انتاج لان اظني ان فول الانتاج. امور طيبة هذا ولا مش طيبة؟ ما اعرف كم بيتحمل، بس شكله والله وايد يتحمل الصراحة. نعم انه يتحمل، خرب بيته الصراحة. صراحة يتحمل انتاج، تشوف مش قاعد يتحرك حتى بومب واحد. خلاص هذا كملت 200 كونسبشن 90 كيلو وات الكتريستي الى اخره. برودكت بلس 6 هذا من اللي سويناه. بلوشن 9 مايننج باور 2 سبيد ريسورسز. اوكي دام انه قاعد يغطي احتياجاتي انا امور طيبة. خلنا نرجع فوق، نبغى نحن شوي ايرون بليتس. ايش الايرون بليتس مهني؟ مو مشكلة شيء، اذا في شيء عندنا هنا ايرون بليتس. هذا اربعة ما ادري، لا ما نقدر نسوي هذا، لازم نكنسلهم. هاي ثلاثة، ثلاثة ننزل تحت، اربعة بس يبانا الليتات. لحظة يبانا الليتات زين. شيء عندنا ستوك ما نبغاه، كل شيء موجود نبغاه. شو يسوون هاي؟ لا
هاي اللي هني سوريا هاي ال... هلا خلص الفحم مالنا عندهم. شوفكم شوف كم قنابل. خلنا نشيل بس عشان ينتجون. انا قاعد اشيل البترول بالغلط وياهم. يا الله ساعة بروحي افتكيت منه ما صدقت. هني يبغى له كهرباء. لحظة لا لان اللين ما قاعد يتحرك فلازم من التاج بينترس. يمكن اصلا التاج ما يكفينا حق بعدين ترى. المهم هاي بالنسبة للمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ان شاء الله بتيكم الحلقة القادمة تريوها وتابعوها وبنسوي المرحلة اللي هي بنبدأ فيها الانتاج الاخير للبحث العسكري ان شاء الله. نشوفكم الحلقة القادمة على خير.